وأوضح الرئيس السيسي أن التحديات في هذا البلد تحتاج إلى عمل متفان ومخلص لمدة سنين طويلة جدا، مشيرا في هذا الإطار إلى أن كثيرا ممن تحدثوا عن التجارب التي مرت بها دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا تطرقوا إلى التجارب فقط، ولكن لم يتحدثوا عن السياق الذي كانت تسير فيه هذه الدول. التحديات اللي موجودة في البلد دي عايز عمل متفاني ومخلص لمدة سنين طويلة جدا جدا. كتير من نتكلموا على التجارب يا يوسف بتاعت الدول زي كوريا الجنوبية وزي سنغافورة وزي ماليزيا، اتكلموا على التجارب فقط لكن ما قالوش على السياق اللي كانت الدولة ماشية فيه. صحيح. على الأقل 20-30 سنة فضلت الدولة حاشدة طاقتها ال 20-30 سنة دول. فلو النهاردة احنا بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيها ديت هنفك تاني، وبتتكلم على انك انت عايز تمارس بانك يعني دور وبتاع، ولا بأس، وانا والله مرحب بالكل، والله العظيم مرحب، واللي شايف انه عنده القدرة يتفضل، والله العظيم هساعده واقول له تعالى خش امسك الملف ده وخلصه، واول ما هيخلصه او انا هدعمه وهو بيخلصه وهسقف له.